الكرام، مساءكم سعيد وأهلا بكم أينما كنتم في هذا البرنامج الحواري الخاص الذي نستضيف فيه ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس بالجزائر السيد محمد عثمان. نحن جزء من هذا الشعب الذي صابر وناضل وكافح على مدى تاريخ طويل يمتد ربما لمئة عام. نحن نحتذي أيضا حظو الشعوب التي رزخت تحت الاحتلال. نتناول في هذا الحوار صفقة القرن أو الرشوة السياسية بطعمها الاقتصادي الذي أرادت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب فرضها على العرب وعلى الفلسطينيين رأسا. أفضل أن أسميها صفقة العار، الصفة الملائمة لها، أفكار وبرامج ورؤى إسرائيلية مصاغة صياغة أمريكية. هذه الصفقة المشبوهة الساقطة منذ ولادتها والتي احتضنتها المنامة في ورشة تداعى لها العرب قبل الوفود الغربية أصبحت محل جدل ونقاش من جاكرتا حتى الرباط. رغم ذلك، رغم حالة عدم اليقين التي تنتاب هذه الصفقة، لكن بنود هذه الصفقة تنفذ على أرض الواقع. ذكرنا قضية القدس وما يجري من تهويدها، ذكرنا قضية اللاجئين. هل تعتقد أن الخيار بات مفتوح أمام الفلسطينيين كقناعة كلانية لتفعيل المقاومة المسلحة مرة أخرى؟ عندنا تجربة قمنا بها، يعني عمرها الآن يقارب العام والنصف، تجربة مسيرات العودة وفك الحصار. مواقف شعبية مشرفة في أكثر من دولة عربية وإسلامية وخذلان عربي دشنا وكانوا سباقين في تدشينه الكثير من الدول التي كانت بالأمس تعتبر نفسها حصنا منيعا للقضية الفلسطينية. أسئلة وأخرى يجيب عليها ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في الجزائر محمد عثمان. الحوار يأتيكم في الأوقات التالية.